مؤسسات عمليات التنطيق وإنشاء أبنة للمعلومات ومراكز للبحث والدراسات خاصة بالمشاركات النسائية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها قصد تدوين ما هو منجز وتطوير ما يستقبل من بحوث ومبادرات إحداث صندوق دعم وتمويل للحملات الانتخابية التي تخوضها النساء. التنسيق بين المنظمات النسائية المختلفة في شقيها السياسي والمدني ووضع استراتيجية واضحة والرهانات المشتركة. إعطاء الأسبقية وجه الإحزاب، إعطاء الأسبقية للنساء اللواتي خضعن للتكوين للترشح في الاستحقاقات القادمة. بضرورة بدراسات للتأكد من معرفة الآثار الفعلي لهذه التكوين على مستوى منسوب الترشح والفوز في الاستحقاقات الجمالية الترابية. وضع إجراءات تحفيزية التي تقدم أكبر عدد ممكن من النساء وتولي مواقع تؤهل للفوز. تفعيل المناصفة كحق دستوري باعتبار الآليات التمييزية البيداغوجية المؤقتة استوفت أدوارها وسيء استعمالها في الكثير من الأحيان. مطالبة الأحزاب السياسية بأن تخصص جزءا من الدعم العمومي لتمويل النساء وتأهيلهن. الانخراط الجماعي في المبادرات الملكية التحديثية الرامية إلى إشراك النساء والشباب وتطبيق المناصفة انسجاما مع دستور المملكة والتزامة المغرب الدولية. ملائمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات الدولية وإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء المهني ومختلف الهيئات والنقابات بتمثيلية النساء على الأقل بطريقة وتطبيق قائلة البطلان بقوة القانون. اقتراح لائحة وطنية بالترتيب امرأة رجل ولوائح جهوية خاصة بالنساء. إدماج النساء في مختلف اللجان الوطنية ومن بينها اللجنة الوطنية التي ستصوغ النموذج التنموي الجديد. إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وملائمة البرامج والمناهج لرؤية نسائية تقدمية حداثية تمكن من وضع آليات لثورة ثقافية هادئة تغير وتخلق التقليدية السامية. استثمار النماذج النسائية الناجحة في مجال الفن والكتابة والإبداع خصوصا في برامج السينما والتلفزيون. من خلال هذه التوصيات وهنالك غيرها لأن كل ندوة كانت تدخل من التوصيات وكل ورشة كانت تنطبق عليها التوصيات.